باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا عايز اسالكم سؤال. النهارده بنعيد بعيد يا جماعه؟ وعيد التجلي ده عيد ايه؟ تبع اعياد الست العذراء ولا تبع اعياد ابو صفين؟ ها؟ اعياد السيديه الصغرى. واعياد السيديه الصغيره، طب ده معناه ان في اعياد سيديه ايه؟ كبرى. طب كم واحد عيد سيدي كبير؟ سبعة بس؟ بس؟ طب كده يعني؟ ما زادوش؟ خلاص أنا موافق، سبعة كبار وسبعة صغيرين، وعيد التجلي ده واحد من الأعياد السيدية الصغرى، ودايماً بيجي في صوم إيه؟ في صوم الست العذراء، لأنه بيبقى حوالي 18 19 أغسطس، فعلى طول بيجي دايماً في صوم الست العذراء. والحقيقة عيد التجلي ده أنا نفسي يعني نفكر فيه معاكم بطريقة مختلفة. هو التجلي ده عبارة عن إيه؟ السيد المسيح كان خلاص فاضل فترة بسيطة وهيتصلب. وبعدين اللي حصل إنه خد ثلاثة من التلاميذ وطلع بيهم على الجبل، وبعد كده ظهر بمجده قدامهم. فليه يا رب عملت كده؟ ايه السبب انك انت تعمل كده في الوقت ده هوت وقدام ثلاثة من تلاميذك؟ اول حاجة السيد المسيح كان عايز يأكد لهم لاهوته، علشان الصليب ده هيبقى منظر ايه؟ ضعيف قوي، لانه في اهانة وفي خزي. فيعني صحيح عمل معجزات وقوم ميتين وعمل وعمل، لكن في الواقع انه لما يجي يتصلب هيبقى موضوع صعب قوي. فكان علشان يأكد على لاهوته قدام التلاميذ. الحاجة الثانية او السبب الثاني ان هو كان عبارة عن بيدخلهم السماء، بيوريهم حتة من السماء. والحاجة مع أنا نفسي أقول لكم إن الدخول بتاع السماء سهل وصعب. يعني السيد المسيح اختار ثلاث تلاميذ، ليه يا رب ما خدتش الاتناشر؟ لأن الثلاثة دول كانوا متميزين، كان فيهم حاجات تساعدهم أو يعني تديهم يعني مؤهلات تدخلهم السماء، وفي نفس الوقت تخلينا نحط المؤهلات دي في دماغنا، علشان ساعات كتيرة أنا بنسأل نفسي وبيجي على بالي فكر، يا ترى يا ابونا هندخل السماء؟ يا ترى أنا هندخل السماء؟ اه طبعا هندخل السماء، بس لازم تبقى بطرس ويعقوب ويوحنا، ولازم تبقى موسى وإيليا، لازم تبقى الخمسه في بعض. يعني تقول لي خمس قديسين في بعض؟ يعني دول خمسه، ثلاثه تلاميذ واثنين، واحد نبي وواحد يعني موسى كان قائد ونبي في نفس الوقت. نقول لك اه، ازاي الحكايه ديت؟ لما اختار السيد المسيح الثلاثة من التلاميذ، اختار يعقوب بتاع الجهاد، وبطرس بتاع الإيمان، ويوحنا بتاع الحب. يبقى لو تاخدهم كده تلاقي ايه؟ إيمان وأعمال وحب، الثلاثة. يعني يعقوب بتاع الأعمال، وهو اللي قال أريني إيمانك بدون أعمال وأنا بأعمالي أريك إيماني. يبقى ده راجل بتاع إيه؟ ينفذ على طول، ما يقعدش إيه؟ يقول أنا مسيحي وتن وقعد مكانه، لا، مسيحي وريني بأعمالك. بطرس هو الراجل اللي لما سأل السيد المسيح وأنتم من تقولون؟ قال له أنت هو المسيح إيه؟ ابن الله الحي. خلاص؟ إيمان قوي،
إيماني بالمسيح إن هو ابن الله الحي. تقول لي يا ابونا الشيطان بيشككني واليومين دول موجات الإلحاد والطيارات والكلام الكتير، نقول لك يعني برضو هتلاقي مواقف كتيرة العالم بيسألك والناس تسألك والشيطان يسألك مين هو المسيح، هتقول له ايه؟ تقول له الحقيقة يعني انا مش واخد بالي قوي، صحيح انا مسيح بس اصلا انا لسه يعني ايه على قد يعني، ونقعد نلاقي النفس اعظم. مينفعش، اي موقف تتحط فيه لازم تقول ان هو المسيح ابن الله الحي. يعني ايمانك لازم يبقى ايمان معلن وايمان قوي وايمان واضح، ما فيهوش ايه، ما فيهوش كده يعني الحكايه تبقى على قدها يعني، لا، يا في ايمان يا مفيش ايمان. الحاجه الثالثه الحب. يوحنا ده يسمي نفسه التلميذ الذي كان يسوع ايه يحبه. طب وانت لما كان يسوع يحبك يعني كان بيكره الباقيين؟ لا ابدا، ده احب الله العالم كله. لكن في فرق بين واحد زي ما بيقولوا كده حاطط قلبه على قلب المسيح، حاسس بنبضات حب المسيح اللي بيقول له أنا بحبك بحبك بحبك، تقول له يا رب أنا خاطي، يقول لك أنا بنحبك، تقول له أنا، يقول لك بس خد بالك في خطية عن خطية. يعني ما ينفعش تقول له يا ربنا أنا بحبك بس إيه، بس أخويا ده دمه تقيل على قلبي، ولا جوزي ده يعني يا ربي يعني مش عارف نقول لك انت بعته لي منين، يعني يا ربي ما كانش في حد تاني غير ده، ويبقوا الاثنين في البيت ويبقوا متخاصمين ويتكلموا مع بعض بكلام مش لايق قدام الولاد وتبقى المنظر صعب. طب ده بعد كده يقدر يقول ان في حب لربنا؟ حب لربنا ايه يا جماعه؟ السيد المسيح يوحنا الحبيب قال حاجة جميلة قوي، قال يا جماعة لا نحب بالكلام ولا باللسان. حكاية أننا بنحب ربنا وبعد كده بنكره أخويا ولا بنكره جوزي ولا بنكره مراتي ولا بنكره مش عارف مين، ما ينفعش. يبقى خدوا بالكوا المؤهلات ديت، لو أي كورس سقط منك مش عارف تصلي فين. وخدوا بالكوا موضوع الملاحق مش موجود، زي ما انتوا فاكرين كده الخمس عذارى الجاهلات ايه اللي حصل ليهم. خمس عذارى الجاهلات لما راحوا كده يعني شويه وجم قال لهم اغلق الباب، يعني ما فيش ايه، ما فيش ملحق. الحاجه الثاني من المؤهلات التانية موسى مثال للمتزوجين وإيليا مثال للبتوليين. تقول لي طب إيه يعني ده؟ نقول لك المتزوج اللي بيعيش في طهارة البتول، والبتول اللي يعيش في شبع وعدم احتياج زي ما يكون متجوز بالظبط. يعني الاثنين كأنهم ايه عايشين حياة الطهارة وحياة النقاء مش محتاجين لحاجة خالص، يبقى دول ايه يدخلوا السماء. يعني انا عايز نقول لكم النهاردة السيد المسيح خد الثلاث تلاميذ والاثنين من العهد القديم ودخلهم كده وخلاهم يشوفوا حتة من السماء، والفرصة قدامنا اللي هيبقى عنده المؤهلات
اللي احنا اتكلمنا عنها، مؤهلات مادة الجهاد، مادة الإيمان، مادة الحب الحقيقي مش الحب المزيف. الحاجة التاني أو رابع حاجة مادة الطهارة والنقاء. احنا انا عارف قد ايه الايام ديت الشيطان بيركز على عدم نقاوة الفكر وعلى عدم طهارة العين، وعمال يزرع شر في كل حتة. لو فتحت كمبيوتر تلاقي زبالة، لو فتحت مش عارف ايه تلاقي مناظر معثرة. طب يا ربي انا نعمل ايه؟ انت تعمل اللي ربنا قاله على لسان بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، وتيموثاوس ما كانش عيل صغير، ده كان ساعتها اسقف، وقال له اما الشهوات الشابيه فاهرب. ايه؟ فاهرب منها. يعني هنا انا لازم نهرب من العثرات، ونهرب من النجاسات، ونهرب من الحاجات الصعبه اللي موجوده في العالم. يا احبائي، السيد المسيح عايز ياخدنا كلنا ويطلع السماء، بس احنا الموضوع في ايدينا. يا عايزين نطلع معاه يا مش عايزين. احنا لنا حرية الارادة، واحنا ربنا يريد ان الجميع يخلصون، ولكن بكى على اورشليم وقال لها كم مرة اردت ولم تريدم. ربنا يدينا نعم ويدينا بركة النهاردة، عشان وإحنا في القداس نطلع مع المسيح لجبل التجلي، نتمتع بالسماء، نقول له مع بطرس جيد يا رب أن نكون ها هنا، ونتمتع بالوجود الدائم في حضرة ربنا، ونبقى مؤهلين إن إحنا ندخل معاه في المجد. لإلهنا كل مجد وكرامة مع